إطار تنظيم اللي تبارك الله هذه السنة كما قلنا أنه عرف واحد تنظيم خاص من طرف المجلس الجماعي لجماعة مولاي عبد الله وكذلك رئيس المجلس الإقليمي السي محمد الزاهدي. وبهذه المناسبة كنشكروا كذلك كاع الناس اللي شاركوا معنا في إطار الأمن من الدرك الملكي ووقاية مدنية سلطات محلية كل الناس اللي شاركوا. هذه السنة عرفت واحد الاجتماع مسبق اللي تم في الأول ديال هذا الموسم اللي كان بحضور ديال السيد عامل الإقليم الجديدة اللي تبارك الله ارتأوا أن هذه السنة تكون واحد شروط معينة اللي صارت على واحد اللجنة تنظيمية اللي دارت من الخيالة. هذه السنة اللي بلغ كما قلنا العدد ديال الصربات تقريبا 93 صربة أي ما يناهز 1500 فرس. وهذه السنة من ضمن الشروط اللي كانت خاصة تكون أن السادة العلامة التزموا بجميع الفرصة اللي معاهم بواحد زي موحد شروجة موحدين باش تكون هناك واحد الفرجة واحد اللمسة اللي كيعرفها هذا المحرك ديال جماعة مولاي عبد الله اللي كما قلنا هذا الموسم اللي هو تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله وأيده. وكما شفنا أن بالشهادة ديال الحضور ديالكم كسلطة رابعة أن هذا العام كان واحد تنظيم اللي تبارك الله وهذا ماشي جا عن فراغ. وكما شفنا أن في نهاية توزيع هذه الجوائز تبارك الله كل شيء ناشط وكانت هناك شواهد تقديرية اللي خذوها جميع الخيالة. وهذا العام اننا ارتئينا باش ما يكونش الاشكاليه ديال الجوائز كما قالوا الساده الخيار ارتئينا ان تكون جائزه الاكبر علام واصغر علام والعنصر النسوي اللي توا بدوره بهذه المناسبه كنحيوه بالحضور ديالو في هذا المحرك. بالفعل بالنسبه لهذا العام كما قلت لك ان اللجنه التنظيميه ارتأوا ان يكون هناك جوج ديال المحارك. المحرك الاصلي اللي هو خص تحترم فيه الشروط اللي قلنا السرج الزي اللبسه هذا من ضمن الامور الشروط الرسميه اللي خاصها تكون ويكون ما يكونش اقل من 15 فارس في العلفه. الفرصه الاخرين لانه بما انه هذا موسم اللي مفتوح في باب الجميع باش ما نحرموش واحد الفئه اللي تهما كيتعملوا العناء ديال السفر باش كيجيو باش يحاولوا يستمتعوا هذا الحضور الكريم تهما ارتئينا اننا نعطيهم واحد المحرك ثاني اللي هو مجهز وتبارك الله باش ما كما قلنا راه كنعتبروا حنا ملي كنقولوا موسم راه موسم فاتح الابواب والصدى ديالو لجميع الخياله لان بفضلهم باش كنوليو هذا التراث وهذا المولود اللي كنعرفوا كل سنه اللي كتعرفوا جماعه مولاي عبد الله.